حمدي قائد ومدرب فرقة الموسيقى والكورال بجامعة الفيوم. الحمد لله طبعا فريق كورال جامعة الفيوم اعتقد ان هو ليه تاريخ مشرف جدا، لان هو الفريق منشأ تقريبا من سنة 1996، فليه تاريخ كويس جدا، والحمد لله بيتعاقب اجيال كويسة جدا على الفريق وبتوجيهات إدارة الجامعة وبتوجيهات سيد رئيس الجامعة ان بنحافظ على النشاط وبنهتم بالنشاط، واحنا اعتقد ان احنا كنا عاملين استعداد كويس جدا لاسبوع شباب الجامعات، ونتمنى ان احنا نكون قدمنا حاجة ترضي جمهورنا ولجنة التحكيم إن شاء الله. مصر الحياة، مصر الأمن، مصر الشهامة والعمل. التقييم الفني أنا بشوف أنه نسبي، يعني ما أقدرش أنا أفترض في جوائز أو ما فيش جوائز، لكن إحنا كل اللي يهمنا إن إحنا نكون قدمنا عرض كويس يليق باسم الجامعة وباسم الفريق.